xafladda daahfurka ururka samafalka iyo horumarinta dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Baydhabo waxaana ay ahayd mid siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen xildhibaan Idris Abdi Doctor oo kamid ahaa xildhibaanada mudanayaasha baarlamaanka dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waqtigeedu dhamaaday ex xildhibaan Xasan Maclin Yusuf oo kamid ahaa baarlamaanka koowaad ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya aqoon-yahano waxa garad ururada bulshada rayidka dhalinyaro iyo gabdho waxa ugu horeyntii goobta hadal kala duwan ka jeediyay qaar kamid ah marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi lagu daafurayay ururka samafalka iyo horumarinta dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan diiradda saari doonaa insha Allah kow agoomada masaakiinta da'da amdanta yar waxaan xooga saari doonaa dhaq waxbarashada horumarinta dhalinyarada koonfur galbeed insha Allah in eeda farxad in keenta in aan ugu qayb gala meelahay daafurka ururka samafalka حقيقة أن حسن بلادي سندية قسم بالله شيء ولي هاي ورسم الفلا هاي ولي جايبه ولا أنا بشقة مدين لكن أن حلقي دمب الدولة التي الصومالية في الغالب يوم عمل دولة البلدان إن جو كسته مس أور كسته ولي لما كانوا وين مس باس مس كجري مس بشقة يجري ولي كل كوري تي مس ما قدر كوري تي وزارة دليلها ده دلالك يصوب بيوهاين والخري انجري معه جيل كان عصب ولا بريه هندم به تصارها يبيوهاين تصاري إذا فرحوا دلالك ديروا سنجليه هيتم ودانكين كل يقف كاستن أنتي سنجين كداي دوم تبعها هنا ولا يرد هان دلك روغان لهان دبي روغان عروقهم تلها تعبير يقعد صدانا جرت كنا سرور كله إن حوين كونون هدي لاي كرالة نجذب هذا لكم سين كبديو وقت جانا هاي إن عن حكومتنا جذب مدنيات كسر مركزي قيمة بدن هاي إن ما مسلم مسلم كبيرين لكن ميرو مكمرت قاضي يدان كلهين شال سنة همتي ولا لذي ورود بشيء وحكومتنا جذب إنسكويك ولا سانسوبيوك روتا أنا هذا لو أفكر على يرد دلنا بيلو قاسة حفيز كي وي بلن قاضي على يرد يوم ميلا فايز التعميل فايز زارد على يرد عياره وفرقة بيرز وي سيف عابين توم هو الله يرى على يرد وفرقة بيرز waxaa gabagabadii goobta ka hadlay xildhibaan Idris Abdi Doctor oo kamid ahaa mas'uuliyiintii maanta ka soo qayb gashay munaasabadaasi ولا سيمبل قاعدة إنه سيمكورة جل ليز نشانتان بقول قف أرده أو سكولرشيب اللي تبيوه مدحوينها بيوه. دكتور أنا معي بروفيسورين تانكيجرين معناها يا أنا معي ليز كاس ولا هوي جاس أنا لكن كتاعدان تكون أنا هاي سلس أنا لما جرى جامعة بس لكن فورياني فوزيو ما يلا رأي يفورني توكو أساسي واي. ما إلا رأي كونفور قربة في أساس يقوم به سوي غير كوسو تنلما أبى جبل رأي جبل سر جامعة رأي برموسي أنت ده لحدونكم دولار قرآن أفرسنا هو إني تيكل غير يونيفرسيتيو حلقة دقة أورك سمفلك يخرمرين تدلني رد ديجانا ده كونفور قربة أي بورك كوسو قرتنا يا وحى وها إسكاشة مكفتو أما مدة عدو خاص أو إن يستي إسكاشة أي وحول بأيو قبنا دونان حسن علي داود حسن شلر تيفي عالمي إستار تيفي مقالة بيدبو حولها لعجوه حرفها علمي الكوري وهنانكو حرنو دقدقي حيل قدشده حسل شده أمانة حقيقي دهبشيل باكو عانيت قدر شد دهبشيل كوهل لعجت هذا دهب ديجا ونسولو نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شوجنا أير فرنت لعجت هذا كيجو موبايل كاجا سمتن بان حساب تفرني حرفها وحسوسار حنانكي بلشده حيركنو إسلام يوم أنت كو حسليه ديجا لعجت هذا دهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكوندا كلا كارن اكاونت سيفين اكاونت ايو انفستمنت اكاونت كحرا اكاونت كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اديق عصريغا اي دهب adigoo isticmaalaya moobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group